بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله. ربنا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا عظيم يا حكيم يا باسط يا قابض، فابسط لنا رزق الحلال يا كريم يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. الآن نقارب بحول الله بكل أدب وكل شوق وكل عناية آية 44. أنا اخترت الآية ذم بفضل الله وتوفيق منه حتى لعلكم تفهموا بالضبط ما هي حياتكم وماذا تعني في ظاهرها وما هي على حقيقتها. وإذا كان مش تفهم الآية دي، مش كثير منكم سيستفيقون من غفلتهم. أشكو ربي. فلما نسوا ما ذكروا به، ما عادش فما اسلام حقيقي، فما اوهام اليوم مسلمين، وهذا قاعد يقع في العالم الاسلامي، وذلك على شيء اتفى الامم الان الى من رحم ربنا، ومتخلف نهايه التخلف تلي القران، ويجعلك في طاليات الثقافه وطاليات الحضاره والمجال. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، او كل شيء تو موجود، الجنس الحلال لا قليل بكل إلا عند أهله، والجنس الحرام والحمل الناتن طايعين عليه جميعا، والغشة في كل مكان في قفل الصباط، والمال لا يأخذ بنصيحة مقابل المال، ولا خدمة علمية فيها النصيحة والدين والنصيحة، وأنه مجرد عاد هنا فتح لهم أبواب الله كما سبق لعب وله. وبعد مش يتخذوا بها قدر كلهم يعجلوا باش يلاقي معشوقته اللي عايش معها في الحرام، هي تاكل الحرام وتبيع جسدها بكل لك استخفاف، كانه الجسد مش امانه مش عطيه الهيه تعبث به، وبعد مش تشقى به لان هي باعت روحها مقابل مال للقاسي والداني، ويجيبوا لها الجراثيم من كل حدب وصوب وانت ماشي، ولا فائده في تكثير الكلام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وقالش بعض الأشياء، حتى إذا فرحوا، وهم في قمة الفرح كما الكلاب الأمريكان، كما الكلاب الإنجليز، كما كلاب اليابان، الألمان، أغلبهم فرحين تو، يسو على بوجي دو لا ريزيستونس كوليكتيف، أن سبور ناسيونال الفساد، في تونس وكل مكان ما عاش تونس. إلا هكا الريحة متمثلة فيما بقي من المسلمين والمسلمات الصادقين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وتطرقنا إلى هذه الصورة دي والآية دي بالذات، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يصيرون بري دون فاسون بروسك امبيتويابل، مش حكاية تلعب، أنت خلق ربي العبادة فإذا بي وليت تمشي بالمعصية، ولا طول المعصية تعجل، ما يهمكش تقتل الصغير، تقتل العجوز، تقتل شيخ، ما يهمكش ماشي للرونديفو، فو با راتي سو رونديفو ديليسيو، ويا لو سكس، ويا لا ميوزيك، ويا لي زانتوكسيكاسيون، توت سورت دو دروغ، اكسيتيرا. فلا ماشي لحتفكم، إذا كان ما تتوبوش مشيتو، مشات فيكم في الحشاشة يقول الأعمى، نسأل الله السلامة.